مات النبي صلى الله عليه وسلم يثرب في تلك القرية. بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى بعده أبو بكر ثم تولى بعده عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، خرج عمر في يوم من الأيام أثناء خلافته يمشي في طريق من طرقات المدينة، مر في أثناء هذا الطريق بدكان، كان الذي يعمل في هذا الدكان رجلا مجوسيا اسمه أبو لؤلؤة المجوسي. دخل عمر إليه ثم قال له: أنت ما تصنع؟ قال: أنا حداد ونجار. قال له عمر: فما صنعتك؟ ما هي الصنعة التي تصنعها؟ قال: أنا أصنع الرحاء. والرحاء أيها الإخوة والأخوات جمع رحى، والرحى هما حجران يوضع أحدهما فوق الآخر ويكونان مصفحان، يوضع أحدهما فوق الآخر ويوضع بينهما قمح أو شعير، ثم يحرك باليد، يكون فيه عصا تقبضه، يحرك الحجر الأعلى باليد حتى يطحن هذا الحب الذي بينهما. فقال له عمر: أنت تصنع الرحاء؟ قال: نعم. قال له عمر: إني قد سمعت أنك تقول: لو أشاء لصنعت رحى تدور بالريح، لو أشاء لصنعت راحة تدور بالهواء. فقال ذلك المجوسي: يا عمر، لأصنعن لك شيئا يسمع به أهل المشرق والمغرب. التفت عمر إلى الذين معه وقال: لقد توعدني العلج، يعني الأعجمي. ثم خرج عمر من بين يديه، مضى ذلك الأعجمي وصنع خنجرا له حدان مقبضه من وسطه وله حدان من الجهتين، ثم جعل يلبد عليه بالسم شهرا كاملا حتى إذا طعن به، إذا ما مات المطعون بقوة الطعن يموت بانتشار السم. ثم أقبل واختبأ لعمر بن الخطاب في ظلمة الليل في المسجد. دخل عمر عند صلاة الفجر، بدأ يوقظ الناس النائمين، ينبه القائمين وينادي في الناس: الصلاة الصلاة. حتى إذا أقيمت الصلاة تقدم عمر في المحراب ليصلي بالناس. كانت المساجد أيها الإخوة والأخوات في السابق ليست مثل مساجدنا اليوم، فيها أضواء كثيرة وفيها شيء من الكهرباء، لا، إنما كان المسجد فيه سراج أو سراجان. دخل عمر، كبر في المحراب: الله أكبر. ثم بدأ يصلي: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. كاد ذاك المجوسي أن يخرج عليه، لكنه أراد أن يؤخر الخروج إليه حتى يقوم عمر إلى الركعة الثانية، فيكون أكثر الناس قد قدم إلى الصلاة واصطفوا في الصفوف. فلما أتم عمر الركعة الأولى قام رضي الله عنه إلى الركعة الثانية وكبر: الله أكبر، وبدأ يقرأ بالناس: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. في لمحة عين خرج عليه ذلك المجوسي وطعنه ثلاث طعنات، وقعت الأولى في صدره والثانية في جنبه والثالثة تحت سرته، وجر الخنجر. فلما جر الخنجر فتح ما تحت السرة حتى خرجت بعض أمعائه من قوة الطعن، وصاح عمر بأعلى صوته ووقع على الأرض صريعا. أما ذلك المجوسي فإنه لما قتل عمر انطلق يشق الصفوف ليهرب ويطعن الناس يمنة ويسرة، حتى طعن 13 صحابيا مات منهم 7 في الحال. ثم وقف في آخر المسجد شاهرا سكينه ما يقترب منه أحد إلا طعنه، حتى اقترب منه واحد من المسلمين، فلما اقترب منه هذا المسلم رفع هذا المجوسي يده ليطعن هذا المسلم، فتأخر هذا المسلم عنه، وكان هذا المسلم يلبس برنسا، يعني رداء كهذا الرداء، فأقبل ذلك المسلم وخلع رداءه وألقاه على وجه أبي لؤلؤ أهل المجوسي. أول ما ألقي الرداء على وجهه يحتاج إلى وقت يسير حتى يفكه عن وجهه، فعلم أنهم قدروا عليه، ممكن يضربونه بسيف، يطعنونه بخنجر، يدفعون على الأرض، يضربون على رأسه بعصا. فلما علم أنهم قدروا عليه طعن نفسه ومات. قال عبد الله بن عمر: مات المجوسي، أقبلنا على أبي لنحمله، قال: فإذا جراحه تنزف بالدم. قال: فأقبلت أضع أصابعي على جرح أبي لأمسك الدم. تعلمون أيها الإخوة والأخوات أنه لو جرح أحد مثلا فإنه يضغط بإصبعه على الجرح حتى يمسك الدم، حتى يذهب إلى الطبيب أو أن يعالجه بعلاج. يقول عبد الله بن عمر: أقبلت لأمسك الدم، أضع أصابعي على جرح أبي الذي تحت سرته لأمسك الدم، فكانت يدي تدخل في بطنه، وذلك من كبر الجرح. قال: فخلعت عمامتي وربطت بها على بطنه. قال: ثم حملناه وعمر لا يدري عن شيء أبدا، مغمى عليه تماما. قال: حتى حملناه رضي الله عنه مضينا به إلى فراشه، وضعناه على الفراش، أخذنا نكلمه: يا أمير المؤمنين، يا عمر بن الخطاب، يا عمر بن الخطاب، وعمر لا يدري عن شيء أبدا، ممزق البطن. قال: حتى إذا كادت أن تطلع الشمس أفاق.
فالتفت يمينا ثم التفت يسارا ثم كان أول سؤال سأله أن قال. ماذا قال؟ تخيلوا يا أخواني الآن إنسان مثلا مطعون ولما أفاق من إغمائه نظر فإذا العمائم مربوطة عليه مليئة بالدماء وإذا الآلام تأكل جسده، يلتفت يمين إذا الرجال يبكون، يلتفت يسار فإذا النساء وراء الستر يبكين، ينظر إلى نفسه فإذا الدماء تسيل من كل جهة منه. فلما رأى ذلك رضي الله عنه ما سأل وقال من قتلني، ولا قال ما الذي حصل، ولا قال من طعنني، ولا قال ما هذه الدماء، ولا سأل عن سبب بكائهم، لا، إنما سأل عن أهم شيء عنده في الحياة. أول سؤال سأله قال: أصلى الناس؟ صليتم؟ أهم شيء صليتم؟ أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: الحمد لله، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، اللي ما يصلي كافر. ثم التفت عمر إليهم قال: يا عبد الله بن عمر. قال: نعم. قال: أعطني ماء. قال: تشرب؟ قال: لا، إنما أريد الوضوء، أنا ما صليت الفجر، قطعت علي الصلاة. إلى الآن يا إخواني ما سأل من قتلني، من طعنني، ما الذي حصل، إلى الآن لم يسأل شيئا من ذلك أبدا. أحضر له عبد الله بن عمر الوضوء ثم وضأه، وعمر كان مضطجعا على فراشه، ثم قال: يا عبد الله بن عمر. قال: نعم يا أبت. قال: أقعدني. قال: يا أبت صلي وأنت على هذا الحال. قال: أقعدني لا أم لك، ما أريد أصلي وأنا مضطجع، مع أنه يجوز أن يصلي وهو مضطجع لأنه رجل مطعون ومريض. قال عبد الله بن عمر: فحركته أقعده. قال: فلما تحرك انفتح الجرح الذي تحت سرته ثم تأوه وخرجت بعض أمعائه، طبعا هذه آلام كلها. قال: فأرجعناه إلى اضطجاع ثم شددنا عليه العمائم. لما صلى عمر وصلى وسبح وهلل واستغفر وذكر أذكار الصلاة، عندها التفت إليهم ثم قال: من قتلني؟ قالوا: قتلك الغلام المجوسي. قال: غلام المغيرة بن شعبة. قال: نعم. قال: الحمد لله الذي لم يجعل موتي على يد رجل عربي. لا، العروبة والعجمة ليست مقياسا عند عمر. الحمد لله الذي لم يجعل موتي على يد رجل غني. الحمد لله الذي قتلني فقير. لا، أيضا الفقر والغنى ليس مقياسا عند عمر. الحمد لله الذي جعلني رجل مملوك ليس حرا، أيضا الحرية والعبودية ليست مقياسا عند عمر. إنما قال عمر: الحمد لله أن الذي قتلني لم يسجد بسجدة واحدة لله يحاجني بها عند الله تعالى. يعني الحمد لله الذي قتلني ما يصلي. لماذا؟ لأن الذي لا يصلي كما ذكر أكثر أهل العلم هو من الكافرين، ما يحتاج رب العالمين يطيل يوم القيامة معه الحساب، إنما قد يحاسب على شيء من أعماله تبكيتا له وإهانة، ثم يكون مأواه إلى جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم إيش؟ الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال الله سبحانه وتعالى عن أهل النار أنهم يسألون يقال لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. ولا يكفي فقط أيها الإخوة والأخوات إقامة الصلاة، بل لا بد أيضا من إقامة أركانها، من إقامتها وصلاتها في وقتها، كما أن الحج لا يجوز في غير وقته، كذلك الصلاة لا تجوز في غير وقتها، وكذلك الصوم لا ينبغي أن يصوم في غير وقته إلا لعذر، إلى غير ذلك. ولعلنا إن شاء الله تعالى فيما يأتي من حلقات نكمل ما تبقى معنا من الكلام عن الصلاة وغيرها في قرية العجائب. أسأل الله تعالى منه وكرمه أن يوفقني وإياكم جميعا إلى كل خير، وأن يجعلنا جميعا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.